البلاد بريشر، هارت البلاد بريشر. انا السلام عليكم، انا دكتور احمد مباشر، استاذ رئيس قسم قياس الضغط في كليه طب الدواتنا، تفضلك وان شاء الله هقيس لك الضغط. خلاص طيب، لازم هنقيس الضغط فين؟ في اماكن كتير جدا بنقيس فيها الضغط على فكره برضه، لكن اشهر مكان هو الابر، ايه الابر ار، مش كده؟ اشهر مكان المكان ده، تمام. لازم اختار الجهاز المناسب للعيان، في اجهزه كتيره جدا بمقاسات كبيره، احنا غالبا هيبقى هو جهاز واحد موجود عندنا بنقيس بيه لكل الايه، لكل عيان، لكن دايما الاجهزه تبقى مختلفه، الاطفال غير الكبار غير الدخان، خدوا بالكم. دي نمره واحد. نمره اثنين، لازم اعد الجهاز نفسه للاستعمال قبل ما ايه، قبل ما ابتدي اشتغل مع العيان، لان ممكن ايه، ممكن الجهاز يكون فيه مشكله واجي اركبه وابتدي اعمل وعمال انفخ والجهاز عمال يفس هواء وعمال انفخ والجهاز مش عايز ياخد ايه بتاع، والزئبق مش عايز اتلخبط، لو اتلخبط والله والله العيان هيفقد الثقه فيا تماما، لا يمكن. لو كتبت له احسن دواء في الدنيا مش هيستجيب، لان ان هو يبقى عنده ثقه فيك دي اولى مراحل العلاج، اولى مراحل. احنا دايما كنا في لما ان شاء الله متوصل لسنه ثالثه في حاجه اسمها البريسكريبشن رايتنج، بنديها لكم في الفارماكولوجي، ازاي تكتب روشتة، ازاي تكتب روشتة. فمن ضمن الحاجات ان انت تكتب اسم المريض على روشتة، خلاص. وبعدين لما بيجي لك المريض تاني مره، لما بيجي لك المريض تاني مره، ها، تبقى اسمه مكتوب على روشتة، فبتدخل لك روشتة قبل المريض، مش كده؟ التذكره بتاعت المريض او الفايل بتاعه بيدخل لك قبل العيان ما يدخل، فانت بتبقى عارف اسمه. انا لا عارف اسمه ولا منين، فدخل عليا فارس بقى وانا قاعد، اهلا ازيك يا فارس، انا لا عارف فارس ولا عايز اعرفه اصلا، انت واخد بالك؟ لكن انا عرفته من ايه؟ من ازيك يا فارس، اخبارك ايه يا فارس؟ انت ولا انا فاكره اصلا، انا مش فاكر، بس انا عرفت اسمه منين؟ دي بنقول عليها تو بي فاميليار ويز ذا بيشنتس. مجرد ان انا قلت له الكلمتين دول عملت ثلاث ارباع العلاج. لو اديته شويه ميه وقلت له فارس خد شويه ميه، الصداع هيروح والضغط هيقل وهيبقى زي الفل، لانه وثق فيا، لانه حس ان انا ايه؟ فاميليار معاه. خلاص؟ الحاجات دي هتعلموها، هنتعلمها ان شاء الله، تمام. فاول حاجه لازم اعد الايه، لازم اعد الجهاز بتاعي، اختار الجهاز المناسب للعيان الايه، للعيان المناسب، تمام. امسك الجهاز افتش فيه كويس، اشوف شغال ولا مش كويس ولا مش شغال. سنتظر كده يا دكتور عزيز، اتفضل بيا الله يخليك. سنتظر كده، ما تمشيش من بره ولا لا، ان شاء الله اصل الله باذن الله. خلاص اي تقول ايه، اي اشوف الجهاز شغال كويس ولا مش شغال كويس. طبعا احنا هنجيب لكم جهاز شغال كويس، بس دايما بيحصل فيه مشكله في الامتحان، ايه، في طالب يروح قافل الايه الزئبق، وفي طالب تاني بيفتح الزئبق، وفي طالب ايه اللوك بتاع الايه البامب بروح فتحها، واحد تاني بيقفلها. فلازم انا بقى كطالب وانا داخل اللجنه بتاعه البلاد بريشر لازم اتاكد من الحاجتين دول، ان الايه، ان البامب شغال كويس وان الزئبق مفتوح، عشان لما اجي انفخ يقوم الزئبق يطلع. لكن لو مقفول انا عمال انفخ وبتاع عمال يعمل وانا في الخبط الامتحان ناسي ان الجهاز مقفول، والعيان عمال يصوت الفالنتير اي 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 عمال يصوت وانت مش عارف يصوت ليه، وهو مجرد انه يصوت انت هتلخبط اكتر. وانا لما ابص لك وانت قاعد في الامتحان ده بص لي ليه، ده شكله كده هيسقطني، تتلخبط اكتر واكتر، درجه ضاعت منك الدرجه. خلاص اتاكد ان الجهاز ايه، ان الجهاز مفتوح تمام والبمب شغال عظيم. اروح ماسك الايه، اروح ماسك الايه الكف اللي انا بحطه على جنب، بخلي دايما الناحيه القصيره ناحيه ايدي والطويله الناحيه الثانيه، والسهم لتحت، مش بيبقى عامل كده مظبوط يعني، ها اه، هتلاقي في سهم تبقى حاطط سهم السهم لتحت، الشورت بيبقى في حته شورت وحته لونج، اخلي الشورت على ايدي اليمين واللونج على ايدي الشمال، واروح حاطه على الايه، على الابر ارت، بحيث ان انا اسيب حوالي ما يقرب من ايه، من 2 ل 3 سم كده تحت الايه، فوق الايبيكوندايل دي كده، يعني اللور اند اوف ذا ارت تبقى فاضيه شويه، تمام. وبعدين اروح لف بحيث ان هو ما يبقاش تايت قوي ولا لوز قوي، يعني مجرد ان هو ايه فيتد على الايه، فيتد على الارض، خلاص، واثبته كويس. انا مش مستعجل على حاجه، بمنتهى الاريحيه وبراحتي عشان اخد الدرجه بتاعتي، اروح اثبته على الارض ماشي الحال، يبقى خلاص كده ظبطنا الايه الجهاز. نيجي للخطوه الثانيه، انا ما بقولش ازاي هقيس الضغط دلوقتي، انا بقول في حاجات بتخليني بتقللني درجات، ها، من غير ما احس. طريقه لبس السماعه، السماعه
السماعه طبعا مش كل السماعات بتبقى ايه، بتبقى دايفرام بس، في سماعات بتبقى عباره عن دايفرام وكون، يعني لها ايه، لها كون كده وفي دايفرام من الناحيه الثانيه، فانت ممكن تغير الفتحه بتاعه الايه، تسمع بدي او تسمع ايه او تسمع بدي، ففي حركه بتعمل ظريفه جدا تاخد عليها درجتين وانت مستريح. اولا تروح ماسك السماعه بصص فيها كده، لازم يكون الاير بيس داون وورد اند فورورد، تروح عادلها على ودانك وحاططها في ودانك، ادي درجه، وبعدين تروح خبط عليها خبطه من تحت كده عشان تسمع الصوت في ودنك، يبقى انت كده بتسمع من ايه، من الدايفرام مش من الكون، يبقى انت كده السماعه مفتوحه. لان انا ممكن قبل ما تدخل البتاع اروح مغير الايه، اروح مغير السماعه، تقوم انت ايه عملت لي سامع، سامع يا ابني، يقول لك ده سامع ده زي الطبل في ودني، ربنا ما انت سامع حاجه خالص، انت بالك وانت عمال تقول انا سامع زي الطبل، تروح عامل حركه الطبل، انا ممكن اضحك عليه. خلاص غالبا انا بعملها مع الفولنتير، الفولنتير ببقى نايم، ببقى قاعد، قاعد بقى مطمن ان انا هساله نفس الاسئله اللي سالتها لكل الايه زمايله اللي قبل كده، مطمن ان هو قاعد ياخد 10 من 10 بقى، بروح مسيف الكلمتين واروح قالب الايه الكون بتاع السماعه، اقول له اسمع بقى يا محمد، يلا يلا محمد سمعني كده يا محمد، لك ده البلاد بريشر بتاع علي اللي هو الفولنتير الثاني بقى 130 بتاع، انت سامع يا محمد؟ يقول لي سامع، اقول له ربنا ما انت سامع، لا لا سامع وربنا ما انت سامع، ده بالك؟ اه لانه ايه ما عملش الحركه، لو عمل الحركه دي كان تاكد ان انا ايه، انتوا واخدين بالكم؟ فايه ده بالنسبه للسماعه وده بالنسبه للايه؟ للجهاز، تمام؟ طيب هنقيس الضغط ازاي بقى؟ هنقيس الضغط ازاي؟ انا بروح لافف ايه؟ بروح لافف الجهاز قبل ما بلب السماعه، وعايز احطها على صدري مفيش مشكله، قبل ما بلب السماعه خالص بشوف البلباتوري ميسلز، البلباتوري ميسلز دي انا بعمل بيها ايه؟ بشوف بيها السيستول بتاع العيان ده كام؟ اشوف ازاي، بحط ايدي، بحط ايدي، هات هات خلاص، بحط ايدي على البلس الراديال بلس بقى اللي احنا عارفينه، وارفع الضغط من غير ما اكون حاطط السماعه، خلاص، وارفع الضغط وارفع الضغط وارفع الضغط وارفع الضغط لحد لما يختفي، لما يختفي يبقى هو ده الايه، السيستول. ممكن يكون فارق 5 درجات 10 درجات مش مشكله، المهم ان انا ما بقتش حاسه، بس هو ده تقريبا السيستول بتاع الايه، بتاع العيان، تمام؟ دي اسمها البلباتري ميثود، بحدد بيها الايه السيستول. بعد كده بقى اروح ايه، لابس السماعه وعامل المنظر بتاعي بتاع الايه، بتاع الدكتوره بقى، خلاص لفيت الكون، لفيت الايه الدايفرام على الدراع، وبعدين عايز احط الكون، احط الكون فين بقى؟ احط الكون على البريكيال ارتري، في مكانين احنا عايزين نعرف البيزك، في مكانين، يا اما ان انا احطه على البريكيال ارتري في الحته اللي انا حسيت فيها البريكيال ارتري البالسيشن بتاعته، يا اما احطها في الانتي كيوبيتال فوسا، البيزك ان انا احطها في الانتي كيوبيتال فوسا، الانتي كيوبيتال فوسا اللي هي الحته اللي عامله دي كده في الدراع، اللي هي الحته دي، خلاص تعال تعال خلاص، الانتي كيوبيتال فوسا اللي هي دي اهو، الترينجل اهو، ده الترينجل اهو، خلاص الترينجل اهو ده اسمه الانتي كيوبيتال فوسا، بروح جاي ميديا اللي هنا وحط الكون بتاع السماع في الحته دي اهو، هات ايدك، هات ايدك، حط حط بس لايك، حط ايدك هنا، حاسس البلس ولا مش حاسس؟ لا انا حاسس، انت مش حاسس وانا حاسس، اه هو فارس احسن ولا نحس عليه البلس؟ خلاص لا، لما تحط السماعه هنسمع البلس، خلاص يا تحطه هنا، ده البيزك، ده الاساس ان احنا نحطه هنا، او تحطه هنا على ايه، على البريكل، المهم ان انت عايز تجيب البريكل، لان البريكل ارثري بروح جاي في هنا كده، روح داخل في هنا كده، ومتوزع بقى متقسم الى ايه، الى راديال والنر، ها انت انت بتقيس البالزيشن، بتشوف بتحس البالزيشن تحت البريكل ارث، سواء في الحته دي، في بعض الدكاتره يحطوه هنا والبعض الاخر يحطوه هنا، هنا صح وهنا صح، لكن البيزك ان انا احطه هنا ايه، ميديالي في الايه، الانتي كيوبيتال، خلاص احط الكون واسمع، اسمع لحد امتى بقى ايه، انا اروح رافع عن السيستول اللي انا حسسته بايدي، مش كده؟ ارفع قد ايه؟ من 10 ل 20 ل 30 مفيش مشكله، لحد 30 ملم ميركوري ترفع عن اللي انت حسيته مفيش مشكله، وبعدين تعمل ريليز للجهاز سلولي، ريليز للجهاز هو معدل من 2 ل 3 كل ثانيه كده، سلولي 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 لحد لما تسمع اول صوت، اول صوت يبقى ايه؟ ولما يختفي بس السيستول، اول صوت تسمعه اللي انا لاحظته عليكم في الامتحان، بتعمل ايه، انت بتروح فاتح الايه البامب بسرعه، يروح نازل منك الايه الزئبق بسرعه، لا انا لازم اتحكم كويس قوي في البامب، افتح شويه صغيرين قوي لحد لما يبتدي ينزل سنه سنه، ما استعجلش،
ما استعجلش، اسيبه ينزل براحته خالص، اسيبه ينزل براحته خالص، واحده 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 واحده، كل ثانيه مثلا او ثانيتين ينزل مثلا ايه 2 ل 3 ملم مرك، ها، لحد لما اول صوت اسمعه يبقى هو ده السيستول، اخر اي الصوت لما يختفي يبقى هو ده الايه الدايستول. جريتينج ذا بيشنتس، سلام عليكم، عايز تكرر تاني، يقعد حوالي 5 دقايق وترجع تكرر الحركه دي تاني، بتاخد منه ايه الافريج بتاع الايه 5 دقايق. خلاص 5 دقايق سنه تبع برضو ايه، يعني انت ممكن تقعد مع العيان دقيقتين 3 دقايق تنسيه كل حاجه وتبتدي تعمل تاني، لكن هو الافريج حوالي ما يكبر من 3 دقايق 5 دقايق، ماشي الحال؟ يبقى ده ازاي قيس الضغط؟ ايوه حبيبي. كم الوقت اللي يستلزم عشان يجي الواد ده بيسال اسئله عجيبه، يعني بيسال اسئله عجيبه ما لهاش علاقه بالايه بالموضوع. انت عارف ان في طبعا دي مهمتها في ايه؟ في الفيرست ايد، يعني في دورات هتاخدوها ان شاء الله اللي اسمها الفيرست ايد، لما يكون حد في حادثه ولا بتاع الكلام ده، مثلا عنده نزيف، ها، ف مثلا عنده نزيف من الابر ارم مثلا، فانت محتاج تقفل البلد فلو علشان ما النزيف ما يزيدش. طب تقفله قد ايه؟ تروح رابط عليه وسايبه لحد لما يروح المستشفى، يحصل له جنجرين ودراعه يقع منه وهو ماشي، تلاقي كده دراع يموت ويقع وما ينفعش في حاجه ثانيه خالص. لكن انت لازم تعمل ريليز كل 10 دقائق، كل 10 دقايق تعمل ريليز، كل 10 تعمل ريليز ترجع تربط تاني، تعمل ريليز ترجع تربط تاني، 10 دقايق ترجع ريليز تربط تاني، لكن اكتر من 10 دقايق ممكن يحصل منك مشكله. طب معلش الدافع بالحبه هنا يعني؟ دي اسمها ما في الم، دي الايه الكيوتر الانت الكيوتر، بص عامله كده، عامله لازم تكون تحت الكف. لا مش لازم، لا مش لازم، البيزس ان انا هوريك نعمل تحت واوريها البيزس ان هي تكون في الانتي كيبيتال فوس ده البيز، لكن في بعض الناس يحطوها هنا. المهم ان انت بتجيب البالزيشن بتاعت الايه بتاعت الريديشن.